السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم. في الحلقات السابقة تعرفنا على مجموعة من الدروس الخاصة بقناة اليوتيوب، بما فيها حلقة خاصة بكيفية إنشاء قناة اليوتيوب من البداية، مع تقديم مجموعة من النصائح التي ستساعدك فيما بعد على الحفاظ على قناتك. وأيضا تعرفنا في الحلقة السابقة على كيفية استرجاع قناة اليوتيوب بعد نسيان الباسورد أو الجيميل، وقد تطرقنا إلى تقديم مجموعة من الحالات التي ستساعدك كثيرا على استرجاع قناتك والعودة من جديد في رفع القناة ومشاركة الفيديوهات على اليوتيوب. إذن في هذه الحلقة إن شاء الله سنتعرف على كيفية رفع أول فيديو على قناتك. إذن بعد إنشاء أول قناة لك على اليوتيوب يجب أن تقوم بضبط بعض الإعدادات، وقد تطرقنا في الحلقة السابقة إلى شرح كيفية إضافة لوجو خاص بك إلى القناة وأيضا الكوفر الخاص بها. كما تعرفنا على مجموعة من الإعدادات الأولية بما فيها كيفية إضافة وصف للقناة وأيضا البريد الإلكتروني التجاري، بالإضافة إلى إضافة الأيقونات الخاصة بالتواصل الاجتماعي. إذن اليوم سنقوم برفع أول فيديو على القناة مع إعطاء عنوان مناسب له وأيضا اختيار كلمات مفتاحية بشكل جيد وبشكل دقيق حتى تكون مناسبة لخوارزميات البحث على يوتيوب. إذن بعد أن تقوم بتحديد الفيديو الذي ترغب بمشاركته على اليوتيوب، مثلا فيديو تقوم بتصويره في خارج المنزل كفلوغات، أو فيديو خاص بالطبخ مثلا تصوير تقديم وصفات الطبخ أو وصفات تجميل، أو إذا كان الفيديو خاص بالتكنولوجيا مراجعة الأجهزة وغير ذلك. إذن بعد أن تقوم بتصوير الفيديوهات بالصوت والصورة مع تعديل هذا الفيديو على إحدى برامج المونتاج مثل كامتازيا أو البرنامج الاحترافي الخاص بالأدوبي وهو الأدوبي بريمير. إذن بعد تحرير أو تعديل هذا الفيديو على هذه البرامج واستخراجه بالجودة المناسبة، يفضل أن يكون بجودة HD أو Full HD. مثلا أنا أقوم برفع الفيديو ومشاركتي على قناة التقنيات بجودة HD، يعني بجودة 1080 بيكسل. إذن هذا الفيديو سيكون مناسبا وواضحا للجمهور. إذن بعد أن تقوم باختيار الفيديو المناسب، تقوم بالتوجه إلى لوحة التحكم بقناتك، ثم تتوجه إلى هذا الخيار خيار الكاميرا، ثم تضغط عليه. بعد ذلك تضغط على Upload Video. إذن بعد الضغط على هذا الخيار ستظهر لك هذه الواجهة، من خلالها يمكنك الضغط هنا لجلب الفيديو الذي ترغب برفعه. يمكنك أيضا رفع مجموعة من المقاطع، ولكن يستحسن أن تقوم برفع كل فيديو على حدة. إذن نضغط على هذه الأيقونة ثم نقوم بجلب إحدى المقاطع الفيديو. سأختار هذا المقطع مثلا ثم أقوم برفعه هنا. اخترت فيديو قصير وبذلك سيتم رفعه في أقل مدة، لكن كنصيحة أولية، إذا كنت تقوم برفع فيديوهات بجودة عالية يعني جودة HD أو Full HD ومدتها تتجاوز 10 دقائق، يعني ما بين 5 دقائق إلى أكثر من 10 دقائق أو 20 دقيقة، فهنا أنصحك باستخدام انترنت بصبيب عالي. بالنسبة لي أستخدم صبيب 12 ميجا بايت في الثانية، هذا الصبيب مناسب لي، لكن في السابق كنت أقوم برفع الفيديو بجودة عالية على صبيب انترنت 4 ميجا بايت في الثانية، كان ذلك يشكل لي عائقا كبيرا، بحيث كنت أقوم برفع الفيديو مدته 4 دقائق أو 5 دقائق في أكثر من ساعة، فما بالك إذا كان الفيديو به 10 دقائق فيستغرق الأمر إلى 4 ساعات أو 5 ساعات، وبذلك أجد نفسي في مشكلة كبيرة أمام هذا الأمر. ولهذا السبب قمت بتغيير الاشتراك بخدمة الانترنت إلى صبيب أكثر من ذلك وهو 12 ميجا بايت في الثانية. إذا كان لديك صبيب انترنت أكثر من ذلك يعني 100 ميجا بايت في الثانية فذلك سيكون أفضل، وبذلك سيساعدك على رفع الفيديوهات في مدة جد وجيزة. إذن أمر آخر يجب أن تقوم به قبل رفع الفيديو هو اختيار عنوان مناسب للفيديو. إذن يجب أن تقوم باختيار العنوان المناسب، عنوان مثير للفيديو، يعني ليس بتلك الإثارة المخالفة لكن مثير يعني جذاب يجذب المشاهدين لها. بمجرد أن يرى المشاهد عنوان الفيديو الخاص بك يقوم بالنقر بشكل أوتوماتيكي، يعني يجب أن يكون عنوان جد جذاب. إذن سأقوم باختيار عنوان اعتباطي. إذن قمت بوضع هذا العنوان: جيرانك هم سبب ضعف الانترنت لديك، تعرف على كيف يتحل هذا المشكل. إذن بعد أن قمنا بوضع عنوان مناسب لهذا الفيديو، إذن سنقوم بوضع وصف معين يتضمن كلمات مفتاحية للفيديو. إذن نقوم بوضع الفيديو الخاص بك عنوان مناسب، ثم تقوم بوضع الوصف بشكل جيد.
كل ما كان هذا الوصف طويل ويتضمن كلمات مفتاحية كل ما كان ذلك مناسبا لخوارزميات البحث، بحيث سيساعد ذلك اليوتيوب على اقتراح في الفيديو الخاص بك في مقاطع البحث. إذن هذا الوصف سيكون بمثابة الصندوق الخاص بالكلمات المفتاحية. إذن الآن في خانة البحث سنقوم بوضع كيورد أو كلمات مفتاحية. إذن سنتوجه إلى هذا الموقع كيورد تول. خلال هذه الواجهة سنقوم باختيار يوتيوب، ثم نقوم بوضع كلمة مفتاحية للفيديو، مثلا اختراق الراوتر، ثم في هذه الخانة سنختار الدولة التي نرغب بأن نستهدفها، مثلا المغرب. اختراق الراوتر، كيف يتمنع اختراق الراوتر؟ هذا سيكون مناسب. ثم نضغط على كوبي تو كليب بورد، نتوجه من جديد لهنا، نضغط كنترول في. ايضا نقوم باستهداف المملكة العربية السعودية مثلا. هنا مجموعة من الكلمات المفتاحية: اختراق، منع اختراق الراوتر، حل مشكلة اختراق الراوتر، طريقة منع اختراق الراوتر. نقوم باختيار مثل هذه الكلمات: to be port، حماية واي فاي. إذن ستظهر لك مجموعة من الكلمات المفتاحية، يمكنك استعمال هذه، حماية واي فاي من السرقات. إذن أخي الكريم، هذا الموقع سيقدم لك مجموعة من الكلمات المفتاحية، لكن ستقوم بوضعها بشكل اعتباري. إذا كنت ترغب بمشاهدة الكلمات المفتاحية بشكل جيد مع معرفة الكلمات المفتاحية التي يتم البحث عنها بشكل مكثف، يجب أن تقوم بالحصول على النسخة المدفوعة لهذا الموقع. عندنا سنقوم باستغلال هذا الموقع للتعرف على كيفية وضع الكلمات المفتاحية، وليس بالضبط أن نقوم بتحديد الكلمات المفتاحية بشكل دقيق، لأننا سنقوم في الحلقات القادمة بشرح مجموعة من الأدوات التي ستساعدك على معرفة الكلمات المفتاحية التي يتم البحث عنها بشكل مكثف، خاصة بالمجال الذي تبحثه. إذن سنقوم بعمل كوبي لهذا الكلمات المفتاحية، ثم نقوم بلصقها هنا. إذن تعرفنا في هذا الفيديو على كيفية إضافة عنوان مناسب وجذاب للمقطع الخاص بك، وتعرفنا أيضا على كيفية إضافة وصف مناسب للمقطع مع تضمينه مجموعة من الكلمات المفتاحية. إذن يمكنك إضافة هنا عنوان البريد الإلكتروني التجاري الخاص بك، مثلا أنا أقوم بوضع إيميل خاص به هو بريد تجاري للقناة التقني gmail.com. إذن يمكنك أيضا إضافة موقع خاص بك إذا كان لديك موقع أو مدونة، مثلا سأقوم بوضع www.تقنيات.com. يمكنك أيضا وضع روابط خاصة بصفحاتك على مواقع التواصل الاجتماعي، مثلا صفحتك على الفيسبوك، وأيضا صفحتك على تويتر أو انستغرام وغيرها. كما يمكنك إضافة هاشتاغ خاص بقناتك، مثلا أقوم بوضع هاشتاغ تقنيات، هاشتاغ واي فاي. بالإضافة إلى الوصف قمنا بوضع مجموعة من الكلمات المفتاحية الخاصة بهذا الفيديو. إذن كما قلنا قمنا باستغلال هذا الموقع لشرح كيفية إضافة الكلمات المفتاحية. إذن هذا الموقع لم يقم بتقديم الكلمات المفتاحية بشكل مدقق، وللحصول على هذه الكلمات المفتاحية الجيدة يجب أن تقوم بالحصول على النسخة المدفوعة لهذا الموقع، أو يمكنك التعرف على مجموعة من الأدوات التي سنقوم بشرحها في حلقات القادمة. إذن هذه الكلمات المفتاحية والوصف ستساعدنا كثيرا على منافسة الكلمات المفتاحية لباقي الفيديوهات المنافسة، أو ستجعل هذا الفيديو يقوم بالظهور في الصفحات الأولى للبحث، وبذلك ستحصل على مشاهدات أكبر ومشتركين أكثر. يمكنك أيضا استخدام الميزة الجديدة لليوتيوب، وهي ميزة العرض الأول، مثلا سأقوم بالضغط هنا، ثم تقوم باختيار public، يعني مشاهدتها من قبل العموم. بعد ذلك تقوم بتحديد قائمة تشغيل خاصة بك على القناة، مثلا سأقوم بتحديد حماية مثلا الواي فاي، مثلا أقوم بحماية من الاختراق، بحيث سيكون هذا العنوان خاص بقائمة تشغيل التي ستتضمن الفيديوهات الخاصة بمثل هذا الموضوع، ثم أضغط على كريت. فالآن لم يتبقى لنا إلا إضافة صورة مصغرة للفيديو. إذا من الأفضل أن تقوم بوضع صورة مصغرة خاصة بقناتك. يجب أن تتضمن هذه الصورة تفاصيل جد دقيقة حتى يسهل على المشاهد معرفة الموضوع من خلال الصورة المصغرة. فالصور المصغرة تعتبر عامل رئيسي لرفع مشاهدات الفيديوهات، وأيضا الزيادة في عدد المشتركين. إذن سنقوم باختيار صورة قمت بوضعها من قبل، وهي صورة معبرة للفيديو، لأن هذه هي الصورة. إذن كما ترون بعد أن ظهرت لنا الصورة هنا، لم يتبقى لنا سوى نشر الفيديو. سنقوم بالضغط على نشر العرض الأول.
إذن سننتظر قليلا. إذن هذا هو الرابط الخاص بالفيديو، سنضغط على العنوان وكما تلاحظ هذا هو الفيديو. نسي يبدأ العرض الأول قريبا، ثم تشاهد العرض الأول الذي سيشاهده المشاهدين. إذن إخواني أخواتي، تعرفنا في هذا الفيديو على كيفية رفع أول فيديو خاص بك على القناة. إذن تعرفنا على كيفية وضع عنوان مناسب، وصف مناسب، وأيضا الكلمات المفتاحية، بالإضافة إلى كيفية رفع صورة خاصة بالفيديو. إذن في الحلقات القادمة سنتعرف على مجموعة من الإعدادات المتقدمة التي ستساعدك على تطوير قناتك وزيادة المشاهدين والاشتراكات بالقناة. إلى هنا نكون قد انتهينا من شرح حلقة اليوم. لا تنسوا دعمنا من خلال الإعجاب بالفيديو، مشاركته مع أصدقائكم، والاشتراك بالقناة إذا كانت هذه أول مرة تشاهد في قناة تقنيات. دمتم في أمان الله.